وايضا السوق، السوق المحلي الذي يستقبل الخريجين. احيانا السوق المحلي ربما يجبرك تفتح اقسام جديده، فالاقسام هذه اللي تفتح كذا تفتح عشوائيه، ما ياخذوا شراء السوق المحلي الشركات الخاصه، لان الشركات الخاصه احيانا يقول لك احنا احتياجاتنا مثلا لهذا التخصص، نتمنى ان تفتحوا هذا التخصص. احنا فتحنا بجامعه الصعيد انترناشونال بزنس مانجمنت، اداره الاعمال الدوليه باللغه الانجليزيه بناء على احتياجات سوق العمل. الشركات يقول لك احنا نحتاج لناس متخصصين في اداره الاعمال الدوليه الانجليزيه، لانه بدات الشركات كلها هنا تتجه تفتح اسواق جديده على المستوى المحلي وعلى المستوى ايش؟ وبالتالي شو ناس، اذا شوف هنا الاحتياج. بدا بعدين تظهر المنافسه، الان العطاء يفتح. فتحوا نعم. وممكن احنا نفتحها بجامعه تعز، ليش؟ افترض انه جامعه تعز السباقه بهذا الجانب، ليش؟ لانه قطاع حكومي. القطاع الخاص هذا هو قطاع منافس. احيانا في كثير من الاختلالات اللي احنا عندهم مشاكل قانونيه، الاقتراء، وزاره التعليم العالي، مش مطبق كل المواصفات والمؤهلات اللي تمتلكها مثلا تسهيلك والفاسيلتيز اللي تمتلكها مثلا جامعات ايش؟ تعز. جامعه تعز يفترض انها تكون الرائده. ما نجيش نقول نحن الجامعات الخاصه تنافس جامعات تعز. مش مقارنه. صح ولا لا؟ او ظهور منافسين جدد يعني. يعني حتى عايز تمتلك بنيه تحتيه، فاسيلتيز، اساتذه موظفين فيها، لكن الجامعات الخاصه هي اللي تمتلك، كلهم يعني يعتمدوا على اساتذه الجامعات متقاعدين، اذا هنا كله نقاط ضعف فيها، فما تقارنش. فبالتالي لازم تكون جامعه تعز هي الاساس السباقه بهذه الدول. طيب. ايضا الامتحانات. عندما نتكلم عن التعليم والتعلم، لازم يكون في هناك ايفالويشن، تقييم للامتحانات. هل هذا الامتحان يتناسب مع الطالب؟ هل هناك يعني يصير وفق الكيرف اللي هو ديستريبيوشن، نورمال ديستريبيوشن، التوزيع الطبيعي؟ لانه انت الاسئله ايضا تعملها بمقاييس. ما تجيش تروح مثلا اسئله كلها صعبه جدا للطالب ما يجاوبهاش. الكل يوصل. وبالاسئله سهله يعني الكل يطلع امتياز. لازم بحسب التسلسل، التراتبيه، ضعيف جاوب سؤالك، حاول جاوب عليه الكل، سؤال المتوسط جاوبوا عليه الناس المتوسطين، سؤال اللي هم جيد، سؤال اللي هم جيد جدا، سؤال اللي هم متميز المنفرد الامتياز. هذه هي طريقه اعداد الاسئله. هذه طرق التدريس يا شباب، مهما كان الاستاذ والدكتور مش عيب انه الانسان يتعلم، يعني الدكتور ممكن يكون عالم، لكن في ضعف في طرق التدريس. ما فيش دكتور مش فاهم، انه يدرس لي مثلا 35 سنه بالاخير يجي دكتور مش فاهم، ما فيش. هي الاختلالات في طريقه طرق التدريس. توصيل المعلومه هذه ممكن يتدرب عليها بكل سهوله، ما في مشكله، كله تعليم. كيف تفهم الشخصيات؟ كيف تتواصل معهم؟ الشخصيه البصريه والشخصيه التحليليه، الشخصيه البصريه والشخصيه الحسيه، كل لها ايش؟ يعني نمط معين، وهذا موجود الان في النت. ما يحتاجش احيانا حتى الى مدرب. سيلف ايديوكيشن، سيلف ديفلوبمنت، تطوير ذاتي، تطوير ذاتي. حتى انتم يعني احيانا في امور، شوف بما يخصك انت او ضمن اهتماماتك او حتى في الشركه اللي تعاني منها من صعوبات، ممكن انت سيلف ايديوكيشن، سيلف ديفلوبمنت، تطور نفسك من تلقاء ايش؟ نفسك. طبعا البحث العلمي لسه مش موجود احنا هنا في الجامعه، في الكليات بالذات. في الكليات لسه ما فيش لا مجلات ولا غلبوا يعني تقيسوا هذا الجانب، هل في هناك مجله علميه؟ مش مجله علميه. انتم في الشركات حتى هل هناك في قسم البحوث والتطوير؟ انتم عارفين الان انه في هناك يؤسس قسم هو نحن الان ننده بهذا بكليه العلوم الاداريه.
بنعملها ان شاء الله في الكليه بنعملها. لانه صراحه ما اعتقدش لا ايش ايش المشكله فيها. يعني انت تشجع الشباب، تشجع على ايش؟ على الابداع والابتكار بنفس الوقت، على انه يترقوا ايش بسرعه. بيكون في حافز. عندما تكون في مجله داخل ايش؟ الكليه. المجلات العلميه والابحاث. وايضا الشركه قسم البحوث والتطوير. تطوير تشوف انت المنتجات التي محققت اقبال في السوق، ما هي نقاط القوه، ما هي نقاط الضعف، كيف تعملها عمليه ايش تطوير. والبحوث ان انت تدرس حاجات ورغبات الزبائن، يعني ايش اكتشاف اسواق جديده، يعني حاجات متوقعه يعني يحتاجها الزبون في المستقبل، انت تبدا تخطط لها ايش من الان من خلال هذه البحوث. احيانا تسمى بحوث ايش؟ التسويق. الدراسات العليا ايضا الدراسه في بعض الجامعات اللي هي ايش؟ هل هناك في اللوائح الخاصه بالدراسه العليا منظمه؟ يعني ولا كذا بس يتخرج الطالب مش عارف شيء، ما فيش لائحه معينه. لازم قبل ما تفتح انت اي تخصص لازم يكون في لوائح منظمه تبين عمليه التحويل، كم الرسوب، نسبه درجات الرسوب، كم كيف بيحصل على الشهاده، يعني هذه التعليمات كلها لازم تكون ايش؟ واضحه من البدايه. وايضا ملائمه التخصصات تكون مع من؟ مع اعضاء هيئه التدريس، موائمه يكون متخصص مع ايش؟ مع التخصصات. ملائمه التخصصات لاعضاء هيئه التدريس. طيب آخر نقطة اللي هي نظام إدارة الجودة. نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر. Quality Management System and Continuous Development. Quality Management System، نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر. Continuous Improvement. أو أحياناً ممكن تطلق عليها إيش؟ Total Quality Management منتهى. Total Quality. لانه احنا عندما نتحدث عن اداره جوده وتطوير مستمر، هي احنا الان نتحدث عن جوده شامله، انه وجود نظام اداره الجوده الشامله فقط هكذا. يعني هل هي موجوده بكليه الجوده؟ نعم. وجود نظام اداره الجوده الشامله، طيب كيف انت بتقيس هذا الجانب؟ بتشوف هل هناك وجود نظام داخلي للجوده مثلا داخل كل كليه؟ طيب هل هناك يوجد فرق عمل؟ يعني احنا نتحدث عن جوده شامله، ما نتحدث عن عمل فردي. انت بتلاحظ الان هناك كله اغلبه عمل فردي، الان عندما يعين شخص عمل فردي. يفترض انه بالشخص هذا انه يعين فرق العمل من كل قسم. فرق عمل. الغرض منها ايش؟ كل تكامل. ايش اللي بيحصل عليه الواحد يعني؟ بيحصل على منصب ولا على مركز مرموق ولا هو بالاخير عمل ايش؟ تكامل. فيبدا بتاسيس فرق العمل، هل توجد فرق عمل للتحسين او التطوير المستمر؟ طيب هل الاشخاص هذول الان احنا عندنا نتحدث يمتلكون مهارات وقدرات في مجال الجوده؟ ولا هكذا فقط يعني فاقد الشيء لا يبدو؟ هنا مشكله. انت الشخص اللي يكون مش عارف مثلا بالجوده، مش عيب انه الانسان يتعلم، يعني شوف انتم الان بعد الكورس هذا بتخرجوا بروفيشنال في المجال، لكن في السابق كنتم كلكم موظفين. عندما يتعين واحد مثلا كذا فجأة في الجودة يكون فيه نقص بالمفاهيم، بالتعريفات، بالامور هذه. فنحن دائما نكلمهم مش عادي انه الانسان اي واحد يرقى الى مكان معين يعمل له دورة تدريب. حتى هذه الطريقة اللي تنتهي بها اليابان. ولذلك ما فيش اختلاف، احنا نرقي الاشخاص ترى كلامهم هكذا. اذا كيف تسلموا انت مهمة من هذه المهمات؟ مش عارف ايش يعني مش مهما كان حتى دكتور كم شكر الانسان وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الكمال يبقى لله سبحانه وتعالى. والانسان دائما يكون في حاله ايش؟ كونتينوس ديفلوبمنت، في حاله تطوير مستمر. طيب اللوائح هي ايش؟ متعلقه بالمساءله والمحاسبه، ريجوليشنز اون اكونتابيلتي. هل هذه موجودة؟ موجودة في الشركات عندكم المساءلة والمحاسبة؟ إلا ما فيش؟ موجود فيه؟ سياسة العقاب، سياسة كذا، والتقييم، نعم، في لوائح تكون منظمة ليش؟ تسمى متعلقة بالحساب والعقاب، يعني
والمسائل والمحاسبة اللي هي accountability regulations اللوائح. أنا في جامعة عايز إيش رأيك؟ بس ما يطبقوها. إذا قدوا مثل ما أعطى هيئة التدريس مع احترام الشديد الزملاء يزعلوا علي كله أغلبهم مش موجودين اللي يريدوا له حتى لو موجود في الميدان حاضر يتعب لكن يعني إيش اللي بعد حاله ما هذا يلا ما ينتقدش يعني إيش يعني زي ما اللي يقول لك يتركونا يتركونا هذه مشكلة يعني ما تعش تكلم واحد يعني إحنا دائما نقول لهم الزملاء طبعا تربطنا إحنا فيهم معزة كبيرة يعني كلهم بدون استثناء لكن يبقى الانتقاد أو الاختلاف في العمل هو اختلاف وقتي لمصلحة العمل ما يعنيش إنه اختلاف شخصي اختلاف شخصي أب ما فيش في العمل خلاص نناقش الوضع نصل إلى رؤية نحكم أطراف آخرين نجيب لجان يعني نشوف من هو يعني إيش إلى أن نوصل إلى رؤية معينة أي واحد مثلا يقول أنت والله تنتقدنا ولا بشدة مجلس مع بعض ونناقش الأمور ما هي السلبيات ما هي الإيجابيات يخرج واحد بروية إيش المشكلة فيها؟ فالجوانب الشخصية على هالشيء اللي يعلم وبعدين ما يكونش أيضا القانون مجحف إنه يجي يتخذ قرار مجحف بحق الموظف فصل تعسفي ولا يعني هذه جريمة طبعا مهما كان لأنه في عقوبات محددة في اللائحة في عقوبات إذا عمل كذا ما العقوبة إذا سوى كذا إيش حتى الموظف ممنوع إن أنت تجي تفصله مباشرة فصل تعسف هلا واحد يقول مش موجود في الشركات الخاصة والقانون عندنا قانون يعني قانون العمل ضعيف جدا بالمادة هذه في بو على الأقل شوف أولا تعطيله إنذار شفهي ثم إنذار يعني كتابي يعني تنبيه ثم إنذار كتابي يعني في تسلسل بالعقوبة ما تجيش مباشرة مثلا حتى لو وقت تجي تقول فصل عفوا دكتور خلينا نقدم الدنيا انا مدير شركه ودي مدير شركه ما شفتش واش دخل واحد مدير في الشركه ممكن عمل لك طلب فصل تعسفي وبعث لك راتب 6 شهور اقول لك مع السلامه ما فيش اي قانون هنا يحمينا شوف في مثلا القانون المغربي القانون الجزائري القانون الاردني يحميك ان احنا لو رحت اشتكيت للوزاره تمام انه اذا شافوا ما فيش قرار يعني ما فيش مبرر قوي انه يعيد لك العمل مع تعويض عندنا ما فيش عندنا اكبر تعويض لك 6 شهور 6 شهور طيب يا شباب ايش رايكم تشكلوا انتم تتبنوا عملت انا دراسه الان بحث اخر بحث عملته بهذا القانون 5 قوانين دوليه 5 دول اللي هو اليمن والسعوديه ومصر والجزائر والاردن على نفس الفصل بتاع ايش رايكم انتم تتبنوا يعني تعملوا كمؤسسه او كجمعيه تسموها جمعيه طوعيه تبداوا تعملوا لها نظام اساسي تعملوا لها الاشخاص والجمعيه هذه تكون طوعيه غير ربحيه تضم مجموعة من الأعضاء تكون مهمتها يعني الدفاع مثلاً عن حقوق الموظفين وتكون مهمتها برضو حماية البيئة وتكون مهمتها إنصاف المظلوم مثلاً تسميها تكون هكذا شعاراتها هذه الجمعية مع مرور الأيام الناس بيكونوا يعني يتجهوا لها وأنا مثل ما قلنا لكم المؤسسة الجمعيات اللي هي طوعية أو مدنية هذه ممكن تؤثر تأثير كبير على الشركات سواء كانت حكومية أو لأن أنتم عندما يجي موظف فصل تعسفي يقال عندك أنت بتلتقي برئيس الجهة وبرئيس المؤسسة وتتعامل معه ودي وتطرح له الموضوع ليش وكيف لازم يعني أنه يرجع موظف ده إذا شفت أنه كان إجحاف وعطيت له كذا وما زال متعنت أنت بتبدأ بهذه الحالة تقوم بدورك لأنه خلاص هنا قد أعذر من أعذر إيش بيكون للشركة لها قيمة بعد السوق بعد الدعاية اللي ممكن أنت لأنه أنت كل واحد له علاقاته المجتمع وإذا تعز منطقة محصورة فأنا أتمنى إنه تحت يعني يتم تأسيس جمعيات من هذا المنطقة. إيش المشكلة فيها؟ طالما إنه المنطقة اللي بسلم ممكن يقوم بالعمل هذا واحد من جمعية إذا كان القانون معه بس القانون إذا كان مش حتى القانون أنت ما تحتاجه لش هذه جمعية طوعية أنت عندما تبكر الشركة هذه قد الملصقات والإعلانات بكل الدبابات في الشوارع
وعن المنتجات حقها قاطع وهذه المنتجات وهذه يعني يفصل الموظفين تعسفيين وايش اللي ايش اللي مؤلها ليش بيكم بيتعاطفوا مع المنتج في مواقع تواصل اجتماعي وفي هذا هنا بيلغيها من الوجود سمعة نحن نتحدث الان عن سمعة ضروري قانون من ضمن كل واحد جماعه معينه تقول لا مش جماعه انت طبعا تاخذ الاعتراف من وزاره الشؤون الاجتماعيه ونحن قلنا ان تتعامل بمهنيه راعوا يا شباب انت ايضا ناس يكونوا ناس ناضجين لانه اذا شوف اذا تعاملت انت اذا تعاملت انت مثلا بعدوانيه او هو بيرفع عليك قضيه ممكن يكسبها طيب لكن انت عندما انت تتكلم معه مثلا هذا موقف تعسفي طيب يا دكتور اذا كان القانون زي ما قال زميلي انا ما يسمعش ما يجيبش بالاخر بيقول لك انا بيني وبينك قانون بيني وبين الموظف انا قانون انا بحكي مع القانون ضروري اول حاجه يضغط لتغيير القانون بعدين يمكن يشكل عمليه اذا ما طبقش القانون القانون اليمني قصدك القانون اليمني بس احيانا مثل ما قلت انت هذه المنظمه منظمه ايش؟ غير ربحيه تتولى مثلا انت تعمل عمل خير انت عندما تشوف انه ما في شيء مبرر لفصل هذا الموظف يعني بعض الشركات يعطي لك مبرر يقول لك والله انا اريد ان اشد النفقات انا ما عنديش دخل انا كذا مثلا من هذا القبيل ممكن انت تطلب مبرر كبير من الدايركتور تشتري واحد من البدايه نعم لكن عندما يكون مثلا كذا تصريح يعني فصل تاسفي اعتقد انه مشكله يعني هذه لازم يكون في ايضا بها كل الدول فيها منظمه يعني حمايه المستهلك هذا القانون هو على حسب المصلحه قلنا في كثير من يعني الثغرات موجوده في القانون ممكن ان شاء الله مع الايام يتغير طيب بسالك سؤال ليش اغلب الشركات اذا ارادوا مثلا الموظفين انه ياسسوا مثلا نقابه ليش لانه النقابه تدري ليش حتى للجمعيه الجمعيه هذه حتى لو ما عملت شهاده دعايه ممكن تعمل شهاده دعايه ممكن ما تعمل شهاده دعايه خلينا نكون هم مثلا لكن بتحاكمه مثلا قضائيا بيكون لها صوت مسموع بتدخل لعند الناس المسؤولين كذا لان تمثل ايش يعني يتقبلوا مش عندما يكون الشخص هذا المظلوم مثلا الموظف ما حد بيسمح له يدخل لكن هذا عندما يمثل النقابه بيكون له صوت مسموع وبالتالي قضائيا تلقى حد القرار هذه الاشياء تكون مدرسين نعم يا دكتور اذا كان على مستوى النقابات يفرخوا نقابه يجيب نقابه والعمل نقابيره هو هذا اللي نعاني منه انه حتى نحن في جامعه تعز للاسف برضه يعني نقابات تسيس واللي ما يقدروا لهمش يبقوا يشتروهم شراء ثم النقابه الاولى كل واحد يقول له هذا منصب هنا وهذا منصب هنا شوف فبالتالي الاختيار يتم من البدايه مثل ما قلنا لهم ما تدخلش في بعواطف ولا مشاعر يختار فيهم الاشخاص اللي يكونوا عندهم مبادئ وقيم معروف انه هذا لا يمكن يساوم على اي شيء وبالتالي احنا قلنا القائد ينتخب انتخاب فالافراد هم يخطئوا في عمليات الاختيار مثل ما كان الشعب يخطئ في اختيار اعضاء مجلس النواب يعطي له 1000 ريال ولا 1000 ريال مو شرط هو بس خطا مقصود هو يعني هو يختار الغلط هو عليه يعني ما له مشكله اذا كيف نرجع نقول نحن يعني وما بيكون من مصيبه وما بيكون من مصيبه في المكاسبات هي تكون فعلا يعني نحن احيانا انت بتختار الشخص المناسب بتختار مكان الشعب من الله لا يغير من حتى يغيروا ما بانفسهم والله يحفظك انا عفوا دكتور سؤال ايش الليفل الاعلى وصل على الموارد البشريه ولا اداره الوظائف؟ المستوى ايش؟ اللي هو اعلى من الوصول على الاخر شوف كل واحد له يعني دور معين دور اداره الموارد البشريه الان اصبح اعم واشمل يعني جودة تراك الموارد البشرية ولا الموارد البشرية تراك الجودة؟ مش تراك يعني هذه لها وظيفة معينة لها وظيفة هذه إدارة الجودة لها وظيفة معينة لها مجموعة من المبادئ طبعا إدارة الجودة ما إدارة الجودة هي تتمثل بتبني القيادة العليا المدير العام يعني مثلا أنا إذا قد عينت في هذه الشركة شعار الجودة
ابدا اشكل فرق الاعمال، اشكل قسم خاص فيها، اعمل ابدا اعمل عمليه التوعيه، خلص نبدا ننشرها. لكن من قبل مثلا حتى اذا مش موجود الاداره هذه